أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم أعظم کا انمول وظیفہ، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد مدرجہ ذیل آیات 121 مرتبہ پڑھیں. اگر اتنی تعداد میں نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 21 مرتبہ پڑھیں. جو مقصد ہے دل میں خدا سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا ضرور پوری ہوگی. وہ مدرجہ ذیل کلمات یہ ہیں: یا اللہ، یا اللہ، انت اللہ، بلا واللہ أقضي غني اللذين وارزقني بعد الدين. يا الله، يا الله، أنت الله، بلى أقضي غني اللذين وارزقني بعد الدين. يا الله، يا الله، أنت الله، بلى الله، 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 ولله إنه لا إله إلا الله. أقضي غني اللذين وارزقني بعد الدين. يا الله، يا الله، أنت الله، بلى والله
أقضي غني اللذين وارزقني بعد الدين يا الله يا بلى والله أنت لا إله إلا أنت الله 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 ولله إنه أقضي غني اللذين وارزقني بعد الدين يا الله يا الله أنت الله بلى الله 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 ولله إنه لا إله إلا الله أقضي غني اللذين وارزقني بعد الدين يا الله يا الله أنت الله بلى والله الله 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 ولله إنه لا إله إلا الله أقضي غني اللذين وارزقني بعد الدين.